أنا في هذا العمل ما أتمكن أن أرجع إلى الله. هذا قرار مشكل. موظف في غرفة معه موظفة، مرة يتمكن يحافظ على دينه، يحافظ على إيمانه، يحافظ على استقامته، ما يخالف، لا ينظر إليها بما حرم الله، لا يكلمها بما حرم الله. ولكن واحد يشوف ما يقدر، ما يتمكن، ما دام في هذه الغرفة فالشيطان ثالثهما، يغير عمل، يروح يسوي عمل آخر، يستقيل من هذا العمل. كيف ومن أين؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحد الإخوة من بلاد الغرب كان يقول لي، كان يقول أنا ما فهمت هذه الآية، بعض الآيات واحد ما يفهمها إلا في مواقع، يفهم عمق الآية، يعني الآية تلامس قلبه. يقول أنا ما فهمت هذه الآية إلا في بلاد المهجر، في بلاد الغار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واحد يغير نوعية العمل، سوى عمل ثاني.